مشكلة التبول لا إرادي هي مشكلة يعاني منها مجموعة من الأطفال، تكلمنا عليهم وحلنا مشكلتهم مع زياد، وتو بنتكلموا على مشكلة اللي يعاني منها الكبار في هذا الموضوع وتعتبر من المشاكل المحرجة. واليوم بنتكلموا على دور العلاج الطبيعي في حل هذه المشكلة مع فراس. أهلا وسهلا بك فراس، نورتنا. أهلا بكم دكاترة. فراس شني دور العلاج الطبيعي؟ خاش في كل شيء، الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله. في حلقة الأسنان شن بتخش معنا حتى هي؟ موجود طبعا. أكيد طبعا موجود. بالنسبة لأحد المشاكل المحرجة اللي تأتينا أو يتم تحويلها لأقسام العلاج الطبيعي هي حالة عند الرجال، تكون عند الناس البالغين في الأعمار من 35 إلى 40 إلى 50 سنة. الرجال أكثر من النساء يعني؟ نعم. وهي بسبب أنه يكون عندنا حالة من الحالات اللي لها علاقة بالتضخم بغدة البروستاتا عند الرجال، فيضطر ان هذه الحالات يجرى لها عمليات اللي يسموا فيها اللي هي تي يو ار بي اللي هي ترانس يوريثرال ريسكشن اوف بروستيت، اللي هي عمليه توسيع للقناه الخاصه بمجرى البول بسبب انضغاطات خاصه او سببتها غده البروستاتا. بعد العمليه هذه من الاعراض الجانبيه لها انها تحدث حالات من التبول اللا ارادي، ولكن هو ليس تبول عمليه، اللي هو الدروبس، يعني عباره عن الحالات يحس ان في قطرات من البول تنزل منه. بالنسبه للرجال تعتبر هذه حاله محرجه، وخاصه ان مثلا بعض الحالات اللي تجينا يقول لك انا والله نصلي ولما كل ما نتوضا ما نوصل للصلايه ولا سجاده الصلاه يكون في نحس في انه قطرات نزلت مني. فهنا كيف نتعامل مع الحالات هذه؟ نتعامل بنوعين او شقين من العلاج الطبيعي. الاولى هي نوع من انواع التمارين العلاجيه اللي يسموا فيها الكيجل اكسرسايز، وهو عباره عن تمرينات لل pelvic floor muscles او العضلات الحوض بالتحديد، وحتى نقوي العضله الخاصه بالانقباضه اللي تمسك في البول عند الانسان، بالاضافه الى علاج من العلاجات اللي نستعمل فيها هو العلاج الكهربائي، يعتبر تحفيزي وتنشيطي للخلايا والانسجه اللي لها علاقه بالتحكم في البول. فعباره عن تمرينات بسيطه ممكن احنا نستعملوها في البيت وأثناء تدريبنا على العلاج الطبيعي، ونعلمها للمريض بحيث أنه يستعملها أكثر من مرة في اليوم، وهذه خلال 6 جلسات إلى 10 جلسات حيبدأ الحالة حاس نفسه أنه هو عنده قدرة على التحكم في البول، وأحسن تكون النتيجة بشكل كبير. فنطلب من المريض أنه يأخذ الوضعية هذه، يا أما وضعية الاستلقاء بالكامل وهذه تكون طبيعية جدا على السرير في المنزل، أو الوضعية مع ثني الركبة بالطريقة هذه. المطلوب من المريض انه هو يعمل هذا التمرين اللي هو الكيجل اكسرسايز، اللي هو انه يحاول يمسك العضله تبع المثانه البوليه كانها عمليه مسك او حجز البول اللي احنا نعرفوها، واللي تعتبر طبيعيه جدا لما الانسان يبي يرغب في قضاء الحاجه او التبول، فيشد العضلات، وهذه عمليه الشد حيحس ان عضلات البطن نزلت للاسفل، فيعد 1 2 3 4 5 ويرخي، بعدين 1 2 3 4 5 ويرخي، ونعاودها أكثر من مرة، فهو هيحس أن العضلة تبع المثانة قاعدة تقوى كل مرة شوية شوية، بحيث أنها تمسك في أو تقوي العضلة اللي هي مسؤولة عليه حبس البول. هذا التمرين هو من أهم التمرينات، بالإضافة زي ما قلنا هو أيضا العلاج الكهربائي اللي هو حيساعد في تحفيز المنطقة اللي لها علاقة بالعضلات اللي هم أسفل الحوض والمثانة البولية. يعطيك الصحة فراس، بس قول لي من اللي حدد المريض هذا يمشي معه علاج طبيعي أو العلاج الكهربائي؟ على طول دائما هم يجيهم الحالات هذه، أو ما تجينا السايد افكت أو العرض الجانبي من الأخصائي اللي أجرى العملية، أخصائي جراحة المسالك البولية، يتم تحويله ترانسفير فور فيزيوثيرابي او تحويله للعلاج الطبيعي، اننا عنده تي يو ار بي الحاله هذه، وعلى طول احنا نعرفه بعد ما نجلسه مع الحاله ونقيمه، نقول له امتى في اي وقت تصير معك، هم عن النوم، في الصبح بكري، في اثناء المشي، بناء على اعراض معينه. نعم. شنو اللي قاعد امتى تحس فيها في اي اوقات، فحتى نقيمه ان هل هي مبالغ فيها او عباره عن حاله بسيطة جدا، وبالتالي نقدر نعرف كيف نقيمه ونعطوا الجلسات العلاجية. شكرا لك فراس، وشكرا على المعلومات القيمة هذه. بارك الله فيك.